اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الكبار في الجزء الاخير من ملعب الاهلي بعد هذه القرارات الهامه جدا اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي. خمس قرارات اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي امس بعد اجتماعه الطارئ اثلجت صدور كل الاهلاويه. خليني ارحب الاول بالنجم الكبير الكابتن فتحي نصير. ازيك كابتننا؟ مشرف النور. كابتن سلام الله يسلمك. حضرتك الحمد لله كله تمام. الحمد لله. كابتن شريف ازي حضرتك؟ ازي كابتن؟ ازي حضرتك؟ منور ومشرف ودايما نجم. ربنا يخليك كابتن فتحي. ربنا يخليك. كابتن طيب. كابتن طيب يا كابتن شريف. اول مره نلتقي في رمضان. في رمضان اهو مع اسلام. كل سنه وحضراتكم طيبين. على طاوله اسلام. ربنا يخليك يا كابتن. كل سنه وحضراتكم على طاوله الاهلي مش اسلام. طيب كابتن فتحي خليني ابدا بحضرتك. كلمنا كلام كتير جدا. انا الاول عايز اعرف رايك فيما يحدث بقى بما انك واحد من الخبراء الدوليين في هذا المجال تحديدا وفي الكلام اللي احنا بنقوله تنظيم وكذا 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 وكذا. ايه اللي حضرتك شايفه في اللي بيحصل ده من وجهه نظرك؟ شوف اولا الحاجه ما شفتهاش قبل كده. يعني اصبحت خبره عند الواحد. طبعا ايه هي الخبرات؟ الخبرات انك يعني تكتسب حاجه انت لا تعلمها. فدي اكتسبنا السنه دي حاجات حاجات كتير احنا لا نعلمها. في هذه المسابقه او مسابقه الدوري بمعنى اصح، في ترتيبها وتنظيمها ومباراتها واخراجها، في التعامل معها، في كان ممكن تتعامل معها باسلوب فني. الجانب الفني لم يمس المسابقه، خدناها تقليديه. ان 18 فريق هيلعبوا بعض، هما ندوين بره وجوه، واحنا طبعا ظروف المباريات مفيش بره وجوه هنا لان هما ملعبين ثلاثه الماتشات بتلعب عليهم، فاصبح هذا الشرط غير موجود. وبعدين اصبح عندك كمان جانب مهم جدا ان انت ما انتش عارف انت تسيطر عليه، تنظيم المباريات اسبوع الثالث قبل الرابع والرابع قبل الخامس والخامس مش عارف ايه، الدنيا داخله ببعضها. طب ماشي، ايه اللي كان ممكن احنا نعمله فني غير ان انا لما بلعب بكسب باخد 3 نقاط، التعادل نقطه والهزيمه لا شيء. بنلعب 11 11 وثلاثه تغييرات. نيجي عند ثلاثه تغييرات دي بقى، ده مش اختراع. اولا الاتحاد الدولي بيقول ان في المباريات الدوليه الوديه لك حق تغير لغايه 6 باتفاق الدوليه الوديه لك حق تغير لغايه 6 باتفاق ايه الفريقين الطرفين. وساب للمسابقات المحليه اللي هي زي دي كده انك انت تعمل التغيير زي ما انت عايز، يعني تعمل 3 تغيير او تعمل 4 تغيير او تعمل 5 تغيير. ده ممكن؟ ممكن. ده لائحه داخليه. فاذا انا بقى مش هغير نظام المسابقه، لكن كنت انت غيرت اللائحه دي البند ده. فانت لو قلت ان انا 5 تغيير، الخمسه تغيير دولت هتغيرهم داخل المباراه، يبقى ده كل فرقة لما تغير 5 يعني بتغير نص الفرقة. يبقى إذا لما أعمل دوري مضغوط هيبقى الدوري مضغوط بس أنا عندي لعيبة نازلة فريش. نعم. يعني بدال ملعب الدوري المضغوط ب 22 لعيب هلعب الدوري المضغوط ب 30 لعيب. لأن ماتشين يعني لو لعبت ماتشين كل ماتش فيه مثلا 11 11 وجيت في الماتشين بغير كل ماتش ده غير فيه 5 أكني بلعب 15 15 أو 16 16. يبقى حد راحة للعيبة. دي هتعالج لي في ايه؟ قله الاصابات، كثره اصابات الموسم، عدم انتظام المسابقه. يبقى هعالج الاصابات، هعالج المستوى، المستوى الفني كمان للمدربين. انا عندي مدربين كويسين جدا في جميع 18 نادي، لكن كلهم ما بيشتغلوش. هتقول لي ليه؟ لانه ما عندوش وقت يشتغل. بين المباراه والمباراه 3 ايام، يبقى بيلعب النهارده يبقى عنده بعد 72 ساعة مباراة تانية. سهو لو الدوري خلص بقى بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية. لا لا عنده شهرين اهو. ما هو لسه اشتغل فيهم براحته. ما احنا لسه هنوصل لها دي. إذا ده أنا بقول إن الدوري لم أنا بكمل على الأستاذ محمود صبري كان بيتكلم بيقول إن المستوى مش مرتفع. فأنا بجاوبه من الناحية العلمية ليه مش مرتفع؟ نعم. لأن المدرب يا كابتن إسلام ما بيشتغلش. ما يلحقش يشتغل، ما يلحقش يصلح خطأ المباراة السابقة. لأنه ولا يقدر يحضر للمباراة القادمة، لأن الوقت ضيق. وبعدين كثرة الإصابات قلناها. طب لما يكون عندي إنذارات، هتقول لي الإنذارات 3. طب ما أنا أخليها 4. يبقى هقلل عدد اللعيبة اللي بتتوقف. وده جائز جائز داخلية كلها يعني. لوائح داخلية. وبعدين واحد ممكن يقول يا كابتن إسلام ده أنت لما نعمل تغيير 5
يبقى المباراه هتقف كتير وهيؤثر على المنتخب مثلا على كده، يبقى انا اقدر اعمل التغيير بتاعي اتنين لعيبه بين الشوطين اجباري واخلي الثلاثه ثلاثه عشان ما اضيعش وقت، لان التغيير بيتحسب بيه من 20 ل 30 ثانيه. فاذا هعمل لو عملت 10 تغييرات هيوقفوا الماتش كتير، فانا اقدر نعملها. الكلام ده اتعمل فين؟ اتعمل في بلاد، اتعمل في اوروبا في بطولات، يعني مثلا قبل ما كاس اوروبا، في كاس عالم، مش كاس عالم يعني انها كاس عالم، لكن الفرق اللي بتعدي نفسها لكاس العالم عملوا هذا الوضع. يكون انا عندي عاوز انظم بما عندي مشارك السنه دي في كاس عالم وعاوز اضغط الدوري شويه احافظ على لعيبتي. هل الدوري معمول للمحافظه على اللعيبه؟ لا. طب نيجي للمرحله اللي احنا فيها دي، لما اقعد شهرين ااجل عشان العب ماتش، غير الناحيه الاقتصاديه اللي انا هصرف كل ال 18 نادي هيصرفوا لمده شهرين على مباراه واحده، مرتبات لاعبين ومرتبات مدربين واداريين، الملاعب بتاعتك كمان امتى هتصلحها؟ اذا كانت الملاعب بتاعتك كلها هتستهلكها وهتخش، ثم بتكتب بدايه النهايه، تكتب بداية النهاية للموسم القادم. يعني ايه بداية النهاية للموسم القادم؟ الموسم القادم متى يستعد الفرق او تستعد الفرق للموسم القادم؟ فترة الاعداد سواء البدني او الفني كل حاجة او المهاري او فين هتعملها؟ يبقى انت بتكتب في الحالة دي. انا اسف ان انا طولت. لا كابتن شريف يتكلم، كابتن شريف قال رايه اصلا امبارح، انا كنت معاه امبارح وبنايه كان كل الكلام حضرتك بتقوله ده. بالظبط. اذا بتكتب بدايه النهايه للموسم القادم اللي احنا بنامل انه يكون موسم ناجح، هو لن ينجح لان ما عدتلوش، واللي ما بيعدش حاجه صح عمر ما تنتظر منها النجاح. تمام. كابتن شريف امبارح حضرتك قلت لي حل صح؟ بتاع دخول لعيبه ورجوع لعيبه. انا عايزك بس تقرا ايه الاثنين دول عشان دول مهمين. دول النهارده دول؟ نعم، دول جم النهارده، جم النهارده، جبناهم النهارده، جبناهم تونس والمغرب. تونس والمغرب المباريات المؤجله، شوف هيلعبوا لغايه يوم كام؟ هيلعبوا لغايه يوم 15/6. شفت انا لما كلمتك على حكايه المنتخب، والمنتخب هيلعب هيتجمع يوم كام في تونس وفي المغرب؟ يوم 6. كل المنتخبات تقريبا هتتجمع يوم 6، وان اللعيبه اللي بتوع المنتخب تلعب تطلع بره او بدون الدوليين. امبارح يكمل بدون الدولي، هو كده هو عامل يعني في حاجات عاملها كده وفي حاجات عاملها. لا هو ان هو يلعب اللعيبه بتوع المنتخب يطلعوا بره يلعبوا الماتشات بتاعتهم ويرجعوا تاني. لا معايا او معاك مفيش مشكله، بس انا قلت ايه يعني برضو لان انت قلت لنا الحل ده برضو ده الحل ده مش انا بس اللي طرحته الحقيقه، ناس كتيره يعني، ولكن انا بتكلم هنا في ملعب الاهلي. انت قلت لنا في ملعب الاهلي هذا الحل. انا اقتنعت بده يا كابتن فتحي، ان النهارده اللعيب بيقدر، عندك 4 لعيبه في الزمالك وهم 4 لعيبه في الاهلي، يعني قلنا دول يقدروا يروحوا على المباراه ويرجعوا تاني، وعندهم 13 و16 ماتشين، منهم ناس اعتقد انها في القوام الاساسي وناس هتتشاف. وادينا مثل باحمد علي في المقاولين، لابد ان ياخد في المباراه القادمه. كمروان محسن يعني معروف خلاص، مع بالنسبه لاجيري ده معروف، ولو ما خدش في 13 هياخد في 16 يعني المباراه الثانيه، اللي هم انت مش هتاثر. وليد سليمان اعتقد ان هو مش هيبتدي بيه اساسي في المنتخب، يعني هيبقى بديل جيد. انا ما اعتقد، دي وجهه نظر انا، وان كان لو عمل وخلاه اساسي دي قصه ترجع له هو، انما هيشوفه برضه. انما احنا عايز اقول لك ما فيش من اللاعبين حتى في الزمالك او في الاهلي ما يعوقوا حته ان انا اخرج وارجع تاني. لا يخرج يبات. معلش يا كابتن، انا فاكر انت كنت انا معاك زمان في منتخب ناشئين، كنت ببات واطلع العب مع النادي الاهلي وارجع لكابتن فتحي تاني. طيب خلينا بس نروح لاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبألف خير كابتن اسلام والاستاذ الكبير استاذ فتحي وكابتن شريف، كل سنه طيبين. كل سنه طيب يا فندم، كل سنه طيب. كل سنه طيب. استاذ محمد، طبعا بعد تاكد هبوط النجوم خلال هذا الموسم، ويعني طبعا النجوم من الفرق اللي ادت مباريات جيده، ولكن سوء الحظ وعدم ترتيب جدول الدوري، اشياء كثيره جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن في النهايه هبط النجوم هذا الموسم. ولكن انا عارف ان حضرتك عامل خطه عشان السنه الجايه ان شاء الله يعود النجوم مره اخرى. طيب كابتن اسلام، خليني ننأى بنفسي عن موقفنا كنادي النجوم، سواء هبطنا او بنستعد كله. نعم. فينا نتكلم في الموقف الحالي اللي هو بيهم. اتفضل يا فندم. اتفضل. اللي هو فعلا عليه ضغط كبير جدا، ولازم نعترف ان احنا في مأزق كبير جدا. نعم. كلنا، مش اتحاد الكوره،
ولا نادي الاهلي ولا نادي الزمالك، المنظومه كلها. نعم خليني اخذك يا اسلام بعد اذنك. اتفضل يا فندم اتفضل. انا هخش في اتجاه بعض البنود القانونيه اللي من وجهه نظري، وجهه نظر كل الناس اللي اطلعت معاهم على المنحه القانونيه، قد تكون سبب اساسي في ابطال، بالتاكيد ابطال او بطلان بطوله هذا العام. هقولها بسرعه، والبند اللي انت تشوف عايز تقول لي طب قول لي ده بينطبق علينا في ايه، هقول لك. ماشي. مفهوم. مبدا واحد، مبدا المساواه وعدم التمييز خاصه على اساس الثراء، هو احد المبادئ الحاكمه في النظام الاساسي للفيفا، ماده 4. يعني ايه المبادئ الحاكمه؟ مبادئ الحاكمه اللي هي لا يجوز الاجتهاد فيها. حكم من الفيفا ما فيهوش كلام. اللي هو الاساس. التمييز مهم جدا. تمام، اللي هي الماده 4. تلتزم الاتحادات والاعضاء. ثانية واحدة. اتفضل يا فندم. طبعا كابتن فتحي معانا وكابتن شريف، لو في اي حاجه عايزين تسالوا. احنا عايزين نخليه يخلص نشوف الماده بالظبط كده. هو الماده 4 دي برضه هتبقى على الناس، مطلوبه ان احنا الناس تفهم برضه. اه طبعا، المساواه القانونيه ومبادئ المساواه. وخلي بالك هادي او هو ده اللي او بيرتكن عليه النادي الاهلي في اتخاذه لمثل هذه القرارات اللي خدها في اجتماع امبارح. مساواه وتكافؤ الفرص. اللعب النظيف والمساواه وتكافؤ الفرص في اي مسابقه من المسابقات ايا كانت، لابد شرط من الشروط المساواه. هو معانا استاذ محمد يا جماعه ولا فصل؟ طيب لما يجيب بقى الحاجه ويجهز قولوا لي عشان نكمل. اتفضل يا كابتن فتحي. هو مبدا المساواه اللي هو بيتكلم فيه طبعا هو ده صح، ان انت ايه اي مسابقه من المسابقات على مستوى ده من لوائح الاتحاد الدولي، ان بتقول لابد يضمن العداله والمساواه بين كل الفرق المشاركه، سواء انديه او منتخبات بلاد. في اي مسابقه من المسابقات لازم العداله في كل شيء، العداله في التوقيتات، العداله في التغييرات، العداله في الراحات بين الفرق، كل الحاجات دي كلها لازم يكون في عداله وفي توقيتات. حتى لو مثلا هنلاقي بطوله افريقيا دلوقتي لما بتتلعب، هيلعبوا اول دور اللي هو الماتش الاولاني مصر، والماتش الثاني، الماتش الثالث في المجموعه كله الفرقتين بيلعبوا في نفس التوقيت. نفس التوقيت. طيب ناخد عشان العداله والمساواه. العداله والمساواه اللي هو ماده 4 اللي اتكلم عليها استاذ محمد الطويله. طب خلينا نكمل مع استاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. اتفضل يا استاذ محمد. طيب اتفضل. احد الاهداف للاتحاد المحلي والاتحاد المصري هو اداره اللعبه بما يحقق المساواه، الماده 3 على 1. احد اهداف ايضا منع كل الطرق والممارسات التي قد تعرض نزاهه المباريات والمسابقات للخطر، ماده 3 14. رئيس الاتحاد، ودي مهمه جدا لان هنجيلها، رئيس الاتحاد ملزم بالتاكد من تنفيذ اهداف الاتحاد ومن بينها الهدف اللي احنا اشرنا اليه بقى عليه اللي هو تعرض المساواه والمباريات والمسابقات للخطر. ده من اهم وظائف رئيس الاتحاد ان يتاكد بنفسه من هذا الموضوع. نعم. اتحاد الكره المحلي ملتزم في لائحته بعدم القيام باي نوع من انواع التمييز حتى وان لم يتضمن اللائحه بتاعته، بخلاف النظام الاساسي للفيفا، التمييز على اساس الثراء. التمييز على اساس الثراء ده شيء مهم جدا ومتواجد عندنا في الدوري هذا العام. نعم. من اهم الحاجات اللي اتحاد الكره يلتزم بيها الا يكون هناك تمييز على اساس الثراء. لو عايز مثال قول لي. اساس الثراء اللي هو ايه؟ الثراء بمعنى ايه؟ الثراء ولا الثراء؟ الثراء المادي. المادي. الثراء الفلوس يعني، ماديا يعني. طب يعني انا هديك مثال. وده موجود ولا حضرتك شايف؟ طب حضرتك شايف موجود واحد اسباب المشكله. يعني حضرتك شايف كم ماده من المواد اللي موجوده او اللي حضرتك قلتها لنا دي بتؤدي الى ابطال بطوله الدوري زي ما حضرتك بتقول؟ من احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى بطوله الدوري. انهي واحدة فيهم بقى يا فندم؟ لو عايز مثال لها، قول لي مثال، لو عند حضرتك مثال قول لي مثال. من احد المشاكل اللي ترتبط على
عداله، العداله في المسابقه ان بعد اللائحه بتنص على كان من بدايه الموسم شروط المسابقه بتنص على ان الدوري هيقام بحكام مصريين. جه بعد كده نادي بيراميدز وهو نادي معروف عند الجميع انه من الانديه الثريه اللي عندها ثراء مالي، طلب حكام، فاضطر اتحاد الكره ان هو يغير القاعده اللي في الشروط وجاب حكام اجانب. انا كنادي ثاني او بلاش انا، اي نادي ثاني ما اقدرش يطلب الطلب ده بصفه طول السنه لانه ما عندوش القدره اللي هي الثراء المالي. هنا اختل ميزان العداله. تمام؟ هنيجي بعد كده معلش انا مهلك عشان بس احنا بنقرا. اكيد اكيد انا عارف. طيب. صح. الماده 108 بتحظر تغيير حكم سبق تعيين المباراه. يعني ايه؟ يعني لو انت عينت حكم لمباراه وجيت غيرته ده شيء محظور تماما في الماده 108. طب انت قلت الاول عينت الحكام بالقرار في لجنه شروط المسابقه وقلت الحكام كلهم مصريين، وجيت بعد كده غيرت الحكام كلها بالنسبه لنادي بيراميدز اصبح الحكام اجانب. نعم. مع العلم بان هنا في اختلال كبير جدا جدا في ميزان العداله. ما تقوليش ان الحكم هو الحكم. ايوه. ده كواليتي وده كواليتي. بدليل إن, ان 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 وبعدين ده كمان الجوده بتاعت الحكم الاوروبي اللي بيحكم تحت معايير قويه جدا، وكمان اختلال ميزان العداله من ناحيه ثانيه ان هنا حكمت بخمس ست حكام وهنا حكمت ب ثلاث حكام او اربعه. اذا ده اختلال واضح لميزان العداله. طيب الماده 79 بيقول لك استفاده فريق بعدم اللعب على ملعب خصمه يعد اخلالا بمبدا تكافؤ الفرق. البند 5 من نظام وشروط المسابقة في مصر هنا محليا يعني. نعم في شروط المسابقة في مصر عندنا بيلزم الأندية المشاركة في البطولات العربية والأفريقية باحترام المواعيد والمبينة بالجدول، ويحظر عليها طلب تغيير أو تأجيل وهو ما لم يؤخذ به وتسبب فيما بعد بكل المشكلات المصدرة الآن. أنت النهاردة قلت الانديه دي عايزين تلعبوا في بطولتين وثلاثه اتفضلوا، ولكن مالكش حق لا التعديل ولا طلب التاجيل. احنا عدلنا واجلنا واجلنا المؤجلات وقعنا في الفخ. حاجه ثانيه، مين اللي استفاد يا اسلام ومعاك طبعا من خبرائنا الجمال، مين اللي استفاد من مساله اللعب في اكثر من بطوله؟ هو الاهلي والزمالك، الانديه اللي هي عايزه تاخد مدخولات زياده وبطولات زياده من هذا المشاركه. طبيعي. ال 15 نادي ايه اللي استفادوه؟ ال 15 نادي ده ما بقاش عندهم نفس الفرص في العداله. النهارده في نادي كان بيلعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي ضد بيلعبوا مباريات منتظمه، ومعانا من الناحيه الفنيه الاستاذ فتحي نصير، في نادي ثاني يلعب مباراه ويقعد شهر كامل منتظر المباراه الثانيه. هل يجوز هذا فنيا يا استاذ فتحي؟ لا 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 لا. طيب. محكمة الكاس أعطت الاتحادات المحلية الأحقية في وضع لوائح دون أن يحق لمحكمة الكاس التدخل فيها. شايف قمة العدالة. أنا كمحكمة الكاس حط اللوائح مش هتدخل فيها، ولكنها استثنت من ذلك عدة حالات من بينها انطواء القاعدة على تمييز. وإحنا كل اللي بنتكلم فيه ده إسلام تمييز. يعني حتى لما اروح لمحكمه يقول لك انا ما تستفاديش، الاتحاد يحط القواعد اللي هو عايزها. نعم. لكن لما تيجي عند حته التمييز يقول لك لا استنى، اتحاد محلي مش من حقك تعمل اي حاجه فيها تمييز. تمام. هناك نقطه، حكم قضائي لمحكمه الكاس يقضي بعدم حقيقة الاتحاد المحلي في تغيير قواعد المسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوثيق اوضاعها. يعني انت لما جيت قلت مثلا ان انا خلاص وافقت غيرت في القواعد اهو، قلت انا وافقت ليه بيراميدز انها تجيب حكام، واللي عايز يجيب حكام يجيب حكام على ده انت غيرت شروط المسابقه اللي انت بدات عليها. نعم. بيقول لك بقى مش من حق الاتحاد، ده حكم قضائي من محكمه الكاس.
عدم احقيه الاتحاد في تغيير قواعد المسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوفيق اوضح. بمعنى ايه؟ انت قلت الكلام ده ولو تتذكر كابتن اللي هو المدير الفني للمقاولين عماد النحاس قبل عودة لما كان في الملعب فوجئ بحكم اجنبي علاء نبيل كابتن علاء نبيل الكابتن علاء نبيل فوجئ النص هنا بيقول لك لا عدم تغيير قواعد المسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوفيق اوضاعها. طيب انت انا فوجئت الراجل في الملعب الحاله دي بتقول لك ايه؟ طب انا ما ممكن كنت ممكن اروح للراعي بتاعي اقول له معلش النبي شوف لي 5 مليون جنيه عشان عايز اجيب حكام زي ثانيين. فانت ما اديتنيش فرصه. انت القانون بيقول يعني عدم تغيير اي قاعده دون ان تعطي للانديه الحق في كلام مهم جدا. طبعا طبعا يعني انت ما اديتنيش الوقت الكافي لتوفيق اوضاعي، هجيب فلوس منين؟ تمام. انت خليتني لطمت على خدودي كنادي وعلى سبيل المثال للمقاولين وخلاص مشيت في المصري، مشيت في المصري مع احترامي تماما بس ده اختلال لميزان العداله. هو عموما يعني انا مش عايز هي احكام كتير انا من وجهه نظري، لكن انا هطلع لنقطه ثانيه مهمه معاك اللي هي المشكلات اللي احنا بصددها الان. انا هطرحها كمجرد اسئله برضه. اتفضل. خلينا اول حاجه ماذا بشان اللاعبين المعارضين؟ ما هو ده الكلام اللي احنا كلنا بنساله. يعني هل حضرتك مع اقول الاسئله بسرعه؟ طيب. ولا عارف انك انت قلتها. اتفضل. لاعب افريقي مثلا بنادي بتروجيت. نعم. انتهى عقده. ولكن هو دلوقتي هيضطر طبقا للوضع ده يستنى لغايه 55 يوم. وبعدين اللاعب ده راح لنادي المقاولين اللي هو هيلاعب بتروجيت. انت تضمن منين؟ هو ما قالش راح انتقل لنادي المقاولين. تضمن منين حقه ان ده يلعب داخل مباراه لصالح نادي المقاولين او العكس؟ بالظبط. طيب اذا حضرتك يا استاذ محمد مع لو يعني بغض النظر عن او مش بغض النظر الحقيقه ده كلام مهم جدا ده عايز له 10 15 حلقه نقدر نتكلم فيه اللي هي المواد اللي حضرتك بتعلن عنها دي لان عشان كده كلام مهم جدا كالصور. لكن في النهايه هل لو الدوري كمل بهذا الشكل ومن وجهه نظرك هل حضرتك شايف انه يخلص قبل بطوله الامم ولا بعد بطوله الامم؟ بص هقول لك على حاجه. انت كنت بتسال الاستاذ محمود صبري سؤال وهو قال لك حاجه يعني انا اتفق معاه تماما فيه. ايوه يا فندم. وهي مرتبطه بلماذا تم تاجيل القرار ليوم الاثنين؟ ترقبا لنتيجه المباراه المنتظره بين الزمالك وبين الفريق السود نهضه بركان المغربي. نهضه بركان. نعم. انا هقول لك في توقعي الشخصي وجود احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي والصلح الذي تم بينه وبين المستشار مرتضى منصور ده نعم. تقرير شخصي انا حر ان انا اقوله انا مقدرها كده. يا فندم اتفضل قول اللي حضرتك عايزه. بين المستشار مرتضى منصور ودعوته لانه يكون في قلب المباراه والسماح للمستشار مرتضى منصور بحضور المباراه. بعد المباراه ان شاء الله في حاله فوز الزمالك الموضوع هيكون بوديه جدا وهيكون القرار. طب ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لم تحدث النتيجه المرجوه. لم تحدث النتيجه المرجوه انا تقديري الشخصي ان هنا هو بقى لابد على المهندس هاني ابو ريده لان هو طبعا بيبقى خلاص هي الدومنا قفلت هتبقى لا بالزبط. مش ممكن الاهلي بنعوضنا عليه انه هيتراجع مهما كانت لا لا يا فندم الاهلي بعت رسمي النهارده لاتحاد الكوره خلاص ما لا مجال للكلام ده يعني خلاص بقى اللي جاي ايه. ما انا بترجم لك انا بقول لك الحالتين. يا فندم لا مجال لتراجع الاهلي ومعرفتنا بشخصيه المستشار مرتضى منصور يعني الحاله الوحيده اللي هو قد يوافق انه يلعب قبل فرحه الفوز بالبطوله الوعود الحلوه. طيب يعني بعيدا عن كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مصلحه كره القدم المصريه انتهاء طبعاً. انتهاء بطوله انا مش هتكلم وفتحي بن صير المدير الفني السابق لاتحاد الكره موجود
فنيا لا يجوز. تمام، هو بس هو هي دي النقطه المهمه، انا بتكلم من الناحيه الفنيه. مطلوب من النادي الاهلي، اسمعني فيدي، اتفضل يا فندم. هل مطلوب من النادي الاهلي اللي اتهم السنه اللي فاتت بان هو كان فاتح مستشفى في الجزيره، الجيزه، في النادي في الجزيره، نعم في الجزيره، قال لا احنا مطلوب ان الاهلي يفتح فرع جديد للمستشفى. ازاي انت عايز بقى السبب الرئيسي تلاحم المواسم بالظبط؟ ازاي انت عايز تعمل تلاحم موسم جديد وتحط لي اللعيبه تصاب، واللعيب النهارده ما بقاش ب 100,000 ولا بمليون ولا بخمسه، اللعيب النهارده وصل ل 150 مليون. فاذا طبعا لا انا مع قرار ان لابد تنتهي قبل نهايه الموسم، قبل الامم الافريقيه، قبل بدايه الامم الافريقيه. نعم. اتمنى بقى المهندس ثاني ابو ريده ان هو النهارده، معلش هو بيقول الو معايا مع حضرتك يا فندم، بسمعك اتفضل. المهندس ثاني ابو ريده طبعا كلنا بنقدره ومحترمين جدا جهوده، وخاصه على المجال الدولي. النهارده المهندس ثاني ابو ريده بيقول ان هو يعني تعب وزهق من الـ 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 العمل العام. نعم. فلازم نوجه له رساله باشمهندس، حتى لو كان هذا قرار في داخلك او تنوى انك انت تنفذه، لا لازم ترتب البيت وتسلم البيت باحسن صوره. نعم. مسابقات ونظم وقواعد علشان مصر الناس تفتكر. عند حضرتك حق 100%. عند حضرتك حق 100%. شكرا جزيلا. لا يا فندم، شكرا جزيلا استاذ محمد الطويله، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اذا نادي النجوم بينضم الى النادي الاهلي ونادي سموحه ونادي الاتحاد ونادي الانتاج الحربي ونادي حرس الحدود ونادي بتروجيت في المطالبه بانتهاء الدوري العام المصري. نادي النجوم ليس له ناقه ولا جمل زي ما بيتقال، لكن بينضم للمطالبه بانتهاء الدوري العام المصري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية. من الناحية الفنية ومن الناحية المعنوية ومن الناحية المادية ومن الناحية التربتاتية، لو في حاجة اسمها تربتاتية، يعني كل حاجة يجب أن ينتهي الدوري العام المصري. هو بينضم للمنطق أو للمنطق. هو المنطق بيقول إيه، المنطق والعقل بيقول إيه، والصح بيقول إيه، والأصول بتقول إيه، وقواعد لعبة كرة القدم اللي احنا اللعبة اللي هي مفروض احنا بنعتز بيها، ولابد ان احنا كمسؤولين نطلع احسن منتج فيها للجمهور. احنا ما بنطلعش احسن منتج. احنا كل اللي بنعمله ده يعني هو برشلونة قال لك على الاصابات بتاعه النادي الاهلي، هو حاسس بيها رغم ان هو في احد الانديه اللي هو مش متاثر. ازاي نادي لما تفضل وقال يقعد شهر ما بيلعبش وبعدين يجي يلعب ماتش تاني في نفس الدوري؟ دي ما بتحصلش. ما انا بقول لا، يعني ترتيب المباريات نفسها وترتيب النظم ما كانش هو بالصوره اللي طبعا يعني كله مضرور. يعني هو الفرقه نزلت بس بيقول لك انا قعدت شهر عشان انتظر مباراه ودلوقتي هقعد شهرين عشان انتظر مباراه. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. مفيش اقعد مباراه شهر واقعد مباراه شهرين وعمال اصرف فلوس وعمال دي فلوس دلوقتي، ما هو دخل طبعا ودخل ليا او دخل عليا. طبعا هو كاف فتحي، احنا طول عمرنا بنلعب في بطولات افريقيا، كانت على ملعبنا او في ملعب الغير. هل ملاعب الغير دي كانت بيحصل لها نفس المشاكل في الميقاتي والتوقيتات وانهاء البطوله؟ لا، السنه دي سنه مختلفه. احنا من 2002 واحنا ممكن اسالك سؤالك، واحنا في نفس الشكل ده على فكره، وما كانش فيه اي حاجه. النادي الاهلي من 2002 وهو من قبل 2002 بيلعب في البطولات الافريقيه. احنا بقى لنا كام سنه ده؟ هي السنه دي بس عشان بطوله دوري الابطال اتضغطت، بدل ما في سنه بقت تتعمل في 6 شهور. كويس. والبطوله الكونفدراليه نفس الكلام، وبطوله الامم بدل ما كانت بتتعمل في شهر. انا هسالك سؤال، هل لو ده اتعمل في اي بلد تاني كان هيقابل نفس الشكل ده؟ اي عمرها ما كانت هتتعمل، لان لو في اوروبا مثلا كان هيجي مثلا في الكاميرون. في الكاميرون انا بتكلم على الكاميرون، لو كانت هي اللي عملتها. نفس الموضوع. كوت ديفوار ما كانش هينهي بطوله الدوري عنده، كان هيحصل نفس الموقف ده ونفس الشكل ده. اعلم. وهيبقى بين فرقتين بس فقط هناك، ونفس الكلام، ونفس لازم استنى البطوله بتاعت بكره عشان الدنيا تهدى والمكسب يحصل باذن الله، وكمان والعمليه هتعدي واللعيبه هتروح المنتخب وترجع من المنتخب عادي جدا، والبطوله هتنتهي في ميعادها وكل حاجه، وهيبقى هنرفع الشابوه لاتحاد الكوره كله. اللي هو الحقيقه انا صعبين عليا يعني انا شخصيا صعبين عليا جدا يعني ان هم في الموقف ده كله. مين؟ وكل اتحاد الكوره يعني في نفس الموقف ده مع الضغط. مين اللي حط الموقف ده يا فندم؟ ما هو احنا كلنا عارفين مين اللي حط الموقف ده. ممكن اقول لحضرتك حاجه بس؟ يعني اصل خلي بال حضرتك، كل الاسئله اللي بتتقال امبارح او كل الناس اللي بتفند
قرارات النادي الاهلي امبارح، تتكلم في اسئله يعني ناس تقول لك ايه. وانا الحقيقه الموضوع ده يعني مضايقني، لانه هل النادي الاهلي، النادي الاهلي بجماهيريته بادارته بلاعيبته هياخد قرارات علشان عبد الله السعيد وخربين مش هيلعبوا ماتش بيراميدز مثلا؟ مفيش، تخيل ان في ناس بتقول كده. مفيش خالص. هو هل النادي الاهلي اللي النادي الاهلي كل كلمه قالها نفذها. كل كلمه قالها نفذها. والناس اللي بتقول لك ايه، اصل انتوا ليه كنتوا موافقين قبل ما تتعادلوا مع الاسماعيلي، وليه بعد ما تعادلتوا مع الاسماعيلي بتقولوا؟ هل انت عمرك سمعت مسؤول في النادي الاهلي، مسؤول في النادي الاهلي بيعلن عن ان هو موافق على ان الدوري ينتهي بعد نهايه الامم، او اي مسؤول في اي نادي تاني، او اي مسؤول في اي نادي تاني؟ اي نادي تاني، مش الاهلي. لا يعني تاني. احنا لو عندنا احنا الكره في ملعبنا وطلعنا مبدا تكافؤ الفرص بجميع الانديه والسوشيال ميديا كلها ايدت كل ده واحترام القرار اللي حصل امبارح، هل في حد طلع من اي نادي مشترك في المسابقه قال انا ما عنديش مانع العب بعد نهائي انتهاء البطوله؟ انا ما شفتش ولا ما شفناش لغايه دلوقتي. هل النادي الاهلي ومسؤوليه اللي قالوا ان احنا مش هنلعب اي ماتشات غير لما الزمالك مثلا يلعب كل ماتشاته المؤجله، ولا نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك هو اللي قال هذا الكلام؟ الشيخ مرتضى قال هذا الكلام من خلال فيديو. خلينا نشوف. طب الاول اسمع حضراتكم الجزء ده، تسجيل صوتي يعني من المستشار مرتضى وهو بيتكلم في هذا الموضوع، نسمع ونرجع نكمل. استاذ عامر حسين صاحبي وحبوي حبيبي واخويا، وانا بريده صاحب، كنا بنتكلم النهارده مش هلعب متوشتي قبل الاهلي ما يخلص مؤجلاته، مش هلعب متوشتي قبل الاهلي ما يخلص مؤجلاته، مش هلعب. تاني اهو كلامي واضح، مش هلعب متوشتي قبل الاهلي ما يخلص مؤجلاته عشان يبقى فيه تكافؤ فرص. ادي واحد، ثانيه واحده حبيبي. نمره اتنين، سيد تركي الشيخ طلب حكام اجانب ماتش الزمالك وبيراميدز، انا موافق، ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله خالص. ليه؟ خلاص يا دام انت عملت مبدا حكام اجانب، انا ما عنديش مشكله يجي حكام اجانب، واللي ربنا وفق النهارده دعم الزمالك 3-4، واللي جه في العارضه انا اسف يعني المقاولين هي الهجمه الوحيده جت جول، احنا شفنا طبعا، لكن بقول اهو تاني مش هلعب متوشتي يا حاج عامر الا تكافؤ الفرص. يعني ده لا، احنا انا لا، هو من حقه على فكره ان هو يقول اللي هو عايزه، من حقه ان هو يدافع عن مجلس ادارته او يدافع عن قرارات نادي. أكيد، هو حر. أكيد. كل واحد في مجلس اداره، رئيس مجلس اداره هو حر يقول اللي هو عايزه من خلال جمعيته العموميه اللي انتخبته، مظبوط. لكن يا جماعه في مسؤول من مسؤولين النادي الاهلي طلع وقال هذا الكلام؟ لا، انا ما افتكرش ان ده حصل. ليه؟ لان النادي الاهلي دائما بينتظر ايه يا كابتن فتحي؟ بينتظر القرار الرسمي. يعني الاستاذ محمود بيقول لي ايه، انا حسيت ان مجلس اداره الاهلي اتاخر شويه في ان هو ياخد هذه القرارات. عارفين لو كان خدها من اسبوع كان ايه اللي حصل؟ كان قالوا له هو حاجه وصلتك رسمي عشان تقول الكلام ده؟ مفيش اي حاجه. فهو لازم النادي الاهلي كان يستنى الجدول الرسمي اللي نازل له علشان ياخد قرارات. ده جدول رسمي اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي هو يرد عليه اللي هو حرس الحدود او الجونه. لانه لغايه وقت قريب ده لما ده القرار الرسمي. حتتين يا كابتن اسلام، اتفضل. حته انهم يقولوا اتعادلت مع الاسماعيلي، احنا عارفين ان اللي هيحدد تعادل الاسماعيلي لم يغير بطوله الدوري، بطوله الدوري تفصيلها مباراه الاهلي والزمالك بالظبط كده، هي دي اللي هتحدد. يعني نتيجه التعادل ما تفرقش، او ليه ما تفرقش؟ اللي يفرق مباراه اهلي زمالك هي اللي تحدد. اذا دي الاسلوب ده مش واضح. امبارح لما النادي الاهلي طلع قراره، قبل ما يطلع القرار كان تقريبا نقول 50% متضامنين مع النادي الاهلي، 25% مترددين، و25% ضد النادي الاهلي. بعد القرارات اللي اتخذت دي انا حسيت ان الكفه زادت، اللي هم مع النادي الاهلي، وبدات الانديه ترد ولا في السوشيال ميديا ولا كده، يمكن وصل ل 80-90%. انا يا فندم انا خليني اقول لحضرتك ان هنا على الهواء مباشره امبارح 4 انديه والنهارده 3، يعني اذا 7 غير النادي الاهلي. اذا من قرار، يعني اذا في تحول مش الانديه بس والراي العام والسوشيال ميديا، اتحولت كلها دلوقتي اصبحت في صف، هي مش في صف النادي الاهلي، هي مع الحق، مع المنطق، كابتن فتحي، مع العقل. استاذ محمد طويله ثبت خلاص تماما انه ما عندوش منافسه في الوجود،
والراجل قال نفس المساواه ونفس التكافؤ ونفس الكلام. لازم يعني ده بالادهى ممكن يقول لك ايه المنظومه كلها هي اللي عملت فيا كده، الدنيا هي اللي بالظبط كده، كان سهل انا جدا. مش عارف ايه، انا مش عايز الدوري ده يكمل، كان ممكن يتجه سلوك تاني واتجاه تاني ليحافظ على حقه. هو فهذه يعني القواعد اللي حصلت في الدوري فعلا فني ايه، ان انت ما تغيرش في لائحه مسابقه الا بموافقه الجمعية العمومية أو المجموعة المشاركة. الله يفتح عليك. فهو في الحالة دي أنت غيرت طريقة التحكيم. هل في مباراة تحكم بست حكام ومباراة بأربع حكام في نفس الدوري؟ يعني لإما كله، يعني لإما الحكام الأجانب بيجوا ثلاثة بس والرابع بتاعهم، إذا هم الأربعة مفيش حكم مساعد خلف الحارس ولا خلف المرمى ده ولا خلف المرمى ده. مباراة تانية بيبقى فيه، طب ما هي نفس الفرص ونفس الاجوان نفس الفكر وممكن تضيع نفس القصة، طب ازاي وفي مسابقة واحدة؟ فاذا التغيير اللي هم عملوه ده هو عنده حق فيه، لما هو بيقول لابد ان ياخدوا رأي الاندية. ممكن الاندية تقول او لا. هو الاهلي يا كابتن لا عمره اعترض على كل ثلاث ايام ماتش قبل البطولات والتصفيات الافريقية اللي احنا بنلعب فيها ولا البطوله العربيه، وبنلعب باسم الاهلي اللي هو طول عمره طول عمره هو اللي عنده المبدا وهو التكليف. لو اتعالجت صح ممكن. انا عندي دلوقتي مرض دلوقتي في الحته دي، انا عندي مشكله، عندي ضغط، اعالجها، ازود عدد اللعيبه البدلاء، اقدر ان الانذارات ان انا بدل ثلاثه يبقى اربعه، بحيث ان انا احافظ على سلامه اللاعبين. الراجل بيقول لك دلوقتي اللعيبه مش يعني هو كان نجوم، بيقول لك مش بخمسه مليون وبسته مليون، إذا دخلت في الميات. كابتن فتحي انت عمرك شفت النادي الاهلي عمل ازمه او ضغط على اتحاد الكوره او عمل اي حاجه؟ طول عمر النادي الاهلي زي ما هو النادي الاهلي، احنا طول عمرنا وجهنا حاجه او مشكله لاي حد في اي حته. لا انت ما بتصدرش، احنا بتعمل ايه؟ واحنا الواجهه بالدافع، واحنا الواجهه الاولى، خدت بالك؟ انت عايز الحق، يعني انت انا بقول لك بالبلدي بقى، انت عمرك شفت اي مجلس اداره في النادي الاهلي من يوم ما مسك عمل اي حاجه بالنسبه للاتحاد الافريقي، بالنسبه للدوري الاتحاد المصري، بالنسبه لاي حته في العالم؟ احنا عندنا دستور بنمشي عليه يا كابتن فتحي، خلينا نتكلم بقى مظبوط يا كابتن فتحي، احنا عندنا دستور بنمشي عليه اسمه الاهلي، الكيان المبادئ الاخلاق، احنا ما عندناش حته بنخرج براها، ومش هينفع اي حد يجي او موجود هيخرج بره الثلاث كلمات دول. اضافه دي برضو عشان برضو النقطه اللي بتقال، احنا من 2002 حتى الان احنا الممثل المصري الوحيد لبطولات امم افريقيا. انت بتشارك في كل البطولات دي، معنى انك بتشارك في كل البطولات دي يبقى انت لو كنت انت عايز تصدر مشاكل كنت صدرتها قبل كده، لانك انت كنت الممثل الوحيد لدوري ابطال افريقيا. يعني دوري ابطال افريقيا البطولات الافريقيه يعني هي مش جديده على النادي الاهلي هو يمثل افريقيا او اي فريق تاني. شرف لمصر ان يبقى فيها فريق واثنين وثلاثه عموما. لانه يعني عايز افكرك بان رامو لما حطوا الكوره فينا في بطوله افريقيه ومهمه جدا في وقت مهم جدا بالنسبه لنا احنا، ان احنا نقرر ان احنا اصحاب السياده في افريقيا، خدنا بعضنا وخرجنا واحترمنا ال 90 دقيقة اللي لعبنا فيهم وبنجيب اللوم علينا احنا. ما دخل فينا جون باليد، احنا النادي الاهلي نجيب اثنين وثلاثة واربعة، وده المفروض، واحنا اللي بنلعب كاس عالم الاندية. اخيرا يا كابتن شريف، اخيرا يا كابتن فتحي، لو حضرتك عايز تقول كلمتين في نهاية هذه الحلقة. لا، في نهاية هذه الحلقة ان المفروض لابد ان احنا نفكر بعين العقل والعلم، العلم والعلم والعلم والفكر. أيوة. ومصلحة الكرة المصرية، ومصلحة الكرة المصرية سلامة اللاعبين، مصلحة الكرة المصرية الحفاظ على كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه بالمساواة بالعدل بما يرضي الله. احنا هي مش مجاملة ان انا بعمل حاجة، لكن انا بنظم شيء، لازم يكون هناك فيه تضحية طبعا. تضحية في ايه؟ تضحية من اجل الحق ومن اجل الصح، وما افكرش تحت رجلي، افكر في الموسم القادم. الموسم القادم لو انت لعبت مباريات بعد كاس افريقيا، اعرف ان الموسم القادم انتهى بالنسبه لكل فرق مصر ولاعيبه مصر. المستوى عندنا دلوقتي لا يبشر بخير على مستوى الكره المصريه كلها فنيا. انا فنيا سواء الاصابات او رجع من اصابه او لعيب بيلعب، هذا الكم الكثير من الاصابات والمستوى، لانك انت ما بتصلحش اخطاء، اللاعب بيكرر اخطائه، بيلعب 10 ماتشات وبيكرر اخطائه لانه ما عندوش وقت يصلحها. اذا لابد 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 نفكر في المستقبل، لو فكرنا في المستقبل هنخلص هذا الدوري قبل ان شاء الله بطوله افريقيا. لو المنتخب خد لعيبته يروح يلعبوا الماتشات بتاعتهم ويرجعوا، والجدول يتعمل كده ممكن لغايه يوم 10 وانت عندك الماتشات
الدوليه الوديه اللي هتتلعب 13 و16، يعني انت ممكن لغايه يوم 10 انت ممكن تخلص المشاهد دي لو اتعملت كل 72 ساعه زي ما اتعملت قبل كده. تمام كابتن شريف، انا زي ما زلت عند رايي ان اتحاد الكوره عنده مليون حل للموضوع ده، وهم منتظرين ماتش بكره يعدي على خير باذن الله ونادي الزمالك ياخد البطوله. بعد كده هتلاقي كل الحلول اتطرحت، وكل مبدا التكافؤ والفرص وكل شيء بالنسبه للانديه كلها هيطرح. مبدا اذا كانت اللعيبه تخش المعسكر وترجع من المعسكر وكل كل الدنيا هتبقى سموث خالص وجميله جدا باذن الله. الزمالك يعمل ياخد البطوله بكره باذن الله، كلنا بندعمه وكلنا ورا فريق وطني مصري نادي الزمالك بكره، عشان الناس تفهم احنا جوانا ايه، وعارفين ان دي بطوله تخصنا كلنا يعني، وبطوله افريقيا دي تخص مصر برضو، ان وصول فرقه من عندنا للفاينل دي حاجه تسعدنا كلنا. انما انا عارف ان اتحاد الكوره كابتن فتحي كابتن اسلام وانتوا عارفين معايا عندهم الحلول في ايدهم سهله جدا، هي مش معضله خالص. اربع ايام يعني دي مش معضله، والسيد رئيس الاتحاد عدى في اقوى من كده كتير قوي في المحافل الدوليه والمحافل الافريقيه وفي كل حته، والدنيا عنده سهله جدا، بس هو بيواكب الامور يا كابتن وبيوازن الدنيا وبيمشي شويه وبيمشي هنا. الراجل عايز الدنيا تمشي لغايه اما نوصل للبطوله الافريقيه سلام باذن الله، واعتقد ان البطوله هتخلص قبل البطوله الافريقيه. نتمنى رب كل التوفيق لاتحاد كرة القدم في أن يصدر قرار خلال الفترة القادمة يستفيد منه أو تستفيد منه الكرة المصرية كاملة وليس النادي الأهلي فقط، زي ما حضراتكم شفتوا تقريبا مش عايز أقول إجماع ولكن عدد كبير من الأندية التي تؤيد قرار النادي الأهلي بانتهاء أو بطولة الدوري قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وده اللي احنا محتاجينه او ده اللي احنا عايزينه السنه الجايه، اللي يفوز يفوز واللي ينزل ينزل واللي يطلع يطلع واللي يعمل كل حاجه يعملها، ولكن لمصلحه الكره المصريه يجب ان ينتهي هذا الموسم قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. اتمنى كل التوفيق لاتحاد كره القدم في اختياراته خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر الكابتن فتحي نصير، بشكرك يا كابتن على وجودك معانا، شكرا جزيلا، بشكر حضرتك كابتن شريف، بشكرك كابتن جزيلا على وجودكم معانا النهارده، كل سنه وحضراتكم طيبين. اشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله هنلتقي قريبا في حلقه جديده من ملعب الاهلي.